يقول السائل: تعطيني إحدى المؤسسات الحكومية مبلغ مقداره 500 ريال فقط دون أن أعمل وتستفيد من اسمي لتقديمه في بعض الأمور الخاصة لها، ما حكم ذلك؟ هذا في الواقع يعتبر نوع من الغش والتدليس، بمعنى الآن ما يسمى بالسعودة. والسعودة الآن طريقتها الآن هو أن تأتي الشركة، أول ما هنا الدولة هي تلزم الشركات بأن يكون هناك نسبة من نسبة معينة من عمالها كلهم وطنيين من البلاد نفسها. والغرض من ذلك هو غرض الحقيقة مصلحي، هو أن يكون هناك يعني سبيل من سبل تدريب وتربية المواطنين على العمل، وأن يكون وراء ذلك في المستقبل ما يجعلهم يتسلمون أعمال الدولة والأعمال الخاصة يتسلمونها، ويأتي الخير من على كل حال هذه من هذا الجيب إلى الجيب الثاني، ولا يذهب إلى خارج البلاد. هذا الحقيقة مقصد شرعي ومصلحي، التحيل عليه يعتبر جريمة من الجرائم. ولهذا نقول الآن حينما قالت الدولة ينبغي لكل مؤسسة أن يكون لديها نسبة معينة من المواطنين يعملون لديها، فتأتي المؤسسة وتطلب من مجموعة من المواطنين على اعتبار اجلس في مكانك في بيتك ونعطيك 1000 ريال 3000 ريال، والمهم أننا نأخذ هويتك ونأخذ اسمك ونقدمها في الجدول على أساس أنك تعمل لدينا. هل هذا صحيح ولا هذا تزييف وغش وعلى كل حال خيانة لولي الأمر ولكذلك ما يتعلق بأنظمته؟ هذا في الواقع على كل حال لا يجوز، ويعتبر غش وخيانة لا من قبل المستجيب لهذه الرغبة ولا من قبل الداعي إلى هذه الرغبة وهو الشركة أو المؤسسة أو نحو ذلك. وبناء على هذا وخلاصة الأمر أن هذا لا يجوز، ويعتبر تدليس وغش وخيانة لولي الأمر وللبلاد نفسها، والله أعلم.